الكابتن احمد السيد، يمكن للاسف طبعا كابتن احمد السيد النهارده نقول لك الاداء الحمد لله تحسن الشوط الثاني وكان الاداء جيد وفوزنا النهارده 3-0 اهلي دور ال 16. انا عايز اعرف منك تعليق عن المباراه بشكل عام، وفي نفس الوقت كمان خط الدفاع يمكن الشوط الاولاني كان فيه ضغط عليه اكتر من فريق البن، والشوط الثاني كان فيه اريحيه شويه، عايزين نعرف في سبب الاختلاف ايه. الحمد لله طبعا النهارده يمكن فوز كبير للنادي الاهلي، وببارك طبعا لنادي الزمالك ونادي انبي طبعا على وصولهم، ده شرف للكره المصريه. رغم كل الظروف اللي بتمر بيها الكره المصريه الحمد لله بان معدن اللاعب المصري سواء للاهلي او انبي او الزمالك، والحمد لله طبعا ده النهارده يعني عيد للكره المصريه، رغم كل الظروف اللي بنمر بيها دي نقدر نتاهل الحمد لله النهارده. كابتن شوقي وهو معانا كابتن محمد شوقي، يعني الكابتن احمد السيد النهارده انتوا كلاعبين مع بعض اتكلمتوا قلتوا ايه النهارده قبل المباراه وبين الشوطين؟ طبعا كل محور كنا طبعا احنا نحاول نجيب هدف والتاني والتالت عشان نقتل اي امل لفريق البن. الحمد لله حصل الشوط الاولاني هدف وجونين في الشوط الثاني، الحمد لله فوز كبير النهارده الحمد لله. تقول لي محمد شوقي بس ما تروح للاتوبيس تلحق الاتوبيس، تقول لي لشوقي ايه؟ تقول لي محمد شوقي لا شوقي طبعا الناس اللي يعني اللي الواحد بيثق فيها جدا في نص الملعب وبيدينا ثقه كبيره في نص الملعب، من اللعيبه الحمد لله اللي رجعت لمستواها بشكل كبير، وطبعا الحمد لله فارق معانا جدا الحمد لله، والنهارده كان من رجاله المباراه الحمد لله. كابتن احمد، يمكن كابتن محمد شوقي.